بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، النهاردة إن شاء الله هنشرح ونحل مع بعض الدرس الثاني من الوحدة اللي هي الأولى في الترم الثاني. هنا أول حاجة العنوان بتاع الدرس الثاني They loved animals، يعني هم أحبوا الحيوانات. طبعا المقصود بزي هنا اللي هم قدماء المصريين. المفردات الرئيسية اللي هي main vocabulary، أول حاجة بابون، ده قرد اسمه قرد البابون. كروكودايل تمساح. فالكون يعني صقرة. هيبو يعني فرس النهر. ايبز طائر أبو منجل، ده طائر من طيور الماء. مونكي يعني قرد. سنيك يعني ثعبان. رات يعني فار كبير. تيرتل يعني سلحفاة. عندنا دلوقتي مفردات لغوية. أول كلمة جرين يعني قمح أو غلال. ديسيشن يعني قرار. فري يعني خالي. ويزدم الحكمة. هايكينج التنزه. إيفري داي لايف الحياة اليومية. RT الأفتر لايف الحياة الآخرة. تريك يعني خدعة أو حيلة. سكارة منطقة سكارة. بارتيكيولارلي يعني خاصة. نوليدج المعرفة. بيكنيك يعني نزهة خلوية. بيست يعني آفة أو حيوان ضار. بعد كده يونيفرسيتي يعني جامعة. نيجي على تصريف الأفعال يا جماعة. conjugation of verbs، عندنا زي ما احنا عارفين الافعال بتنقسم الى قسمين، regular verbs و irregular verbs، يعني افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. الافعال المنتظمه اللي هي في زمن الماضي البسيط بزود لها يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي حسب نوع الفعل. عندنا مثلا هنا mummify يعني بيحنط، الماضي منها بعمل ايه؟ هنا الفعل ده اخره واي وقبله حرف ساكن، تقلب الواي الى اي وزود لها اي دي يبقى موميفايد. راب ماضيها رابد، هنا نزود لها اي دي عشان هنا ما فيش اي في الماضي. انكلود يعني يتضمن او يشمل، الماضي بتاعها نزود لها دي بس انكلودد. ادور يعني يعشق او يحب كثيرا، ادورد زودنا لها اي دي فقط. بيليف يعني يعتقد او يصدق يبقى بيليفد. هنا represent يعني يمثل، represent زودنا لها ed. drop ماضيها drop، هنا ضعفنا ال b وزودنا ed. في عندنا افعال شاذة بقى، keep ماضيها kept يعني يحفظ حفظها. hurt هنا became teach taught. تعبيرات expression and preposition، تعبيرات وحروف جر. look like يعني يشبه. as well ايضا. style ما زال. grow up نشأ أو كبر. as well as بالإضافة إلى. almost تقريبا. therefore بالتالي. of course يعني طبعا. in bed في السرير. make good decisions يتخذ قرارات جيدة. في عندنا words and their meanings، كلمات ومعانيها. عندنا كلمة green اللي هي بمعنى الحبوب، هي عبارة عن seeds from plants بذور من النبات. used to make flour تستخدم في صناعة الدقيق and bread والخبز. adored بمعنى يعشق أو يحب كثيرا، هي loved something very much، إنك تحب شيء كثير جدا. wisdom اللي هي الحكمة، عبارة عن using your knowledge تستخدم معرفتك to make good decision لكي تتخذ قرارات جيدة. mummify اللي يحنط، هي to cover in oils and clothes، انك تغطي الشيء ده بالزيت والقماش. to preserve for a very long time، لكي تحافظ عليه لمدة طويلة. statue تمثال، هو عبارة عن object made of stone or another material، يعني عبارة عن شيء مصنوع من الحجارة او مادة اخرى. to look like a person لكي يشبه الانسان او الشخص، or an animal او حيوان. في بعد كده learn، هنا let's learn، هيا بنا نتعلم. الجمل دي طبعا مهمة جدا، بنقراها على السريع كده. أول حاجة زي ancient Egyptians loved animals،
أدباء المصريين أحبوا الحيوانات and kept many as pets وكانوا هنا يربون الكثير منها كحيوانات أليفة. They loved cats and believed هم كانوا يحبون القطط وكانوا يعتقدون that cats أن القطط looked after them تعتني بهم. Cats kept houses free of pets القطط أبقت المنازل خالية من الحيوانات الضارة like rats مثل الفئران and snakes والثعابين. Farmers needed cats الفلاحين كانوا محتاجين القطط to eat the rats عشان يأكلوا الفئران which wanted to eat green التي كانت تأكل الحبوب بتاعتهم. They kept falcons and the ibises يعني كانوا يربون الصقور وطيور أبو منجل اللي هي الطيور المائية which represented wisdom اللي هي كانت بتمثل لهم الحكمة أو ترمز إلى الحكمة. نيجي دلوقتي على listen and read استمع واقرأ. السؤال الأولاني في عندنا سؤال إجابته دي كلها يا جماعة What was the ancient Egyptian's favorite animal؟ ما هو الحيوان المفضل الذي كان مفضل عند قدماء المصريين؟ The ancient Egyptians loved animals. قدماء المصريين كانوا يحبون الحيوانات and kept many as pets وكانوا يربون الكثير منهم كحيوانات أليفة. They particularly وعلى الأخص adored cats. كانوا يعشقون القطط ويحبون القطط كثيرا. And there was a cat in almost every house. وتقريبا كان يوجد قطة أو قطة في كل منزل. The ancient Egyptians believed. قدماء المصريين كانت تعتقد that cats أن القطط looked after them كانت تعتني بهم. And kept them safe وتحفظهم في أمان. They were also good pets. إنها حيوانات أليفة جيدة because they cleaned themselves لأنها كانت تنظف أنفسها and kept the houses وكانت تحافظ على المنازل في خالية وبيستس من الحشرات والحيوانات الضارة like cats مثل القطط مثل الفئران and snakes والثعابين. This was particularly important for farmers وكانوا على الأخص برضو مهمين عند الفلاحين who produced a lot of grain اللي كانوا بينتجوا كثير من الحبوب. The rats didn't eat the grain الفئران لم تأكل الحبوب because the cats ate the rats لأن القطط كانت بتاكلهم. نيجي على الفقرة الثانية What other animals ما هي الحيوانات الأخرى did the ancient Egyptians keep اللي كانوا يربوها اللي هي قدماء المصريين. As well as cats بالإضافة للقطط many people kept monkeys and baboons كثير من الناس كانوا بيربون القرود وقرود البابون. Some people even kept crocodiles وحتى بعض الناس كانوا يربون التماسيح هيبوز أفراس النار and lions الأسود which were dangerous اللي كانت خطيرة طبعا and difficult to look after وكان صعب جدا الاعتناء بهذه الحيوانات. They weren't popular beasts ما كانتش حيوانات أليفة وشائعة مشهورة يعني. السؤال الثاني Did the ancient Egyptians keep birds as pets as well؟ يعني هل قدماء المصريين دول كانوا بيربوا الطيور كحيوانات أليفة أيضا؟ الإجابة طبعا Yes they did. The ancient Egyptians loved birds too كانوا يحبون الطيور أيضا especially falcons and the ibis وخاصة الصقور وطائر أبو منجل الطيور المائية which represented wisdom اللي كانت بترمز إلى الحكمة. There are thousands of mummified ibis in Saqqara alone. يعني يوجد آلاف من طيور أبو منجل المحنطة في سقارة وحدها. All these beasts كل هذه الحيوانات الأليفة weren't only important for the ancient Egyptians. لم تكن مهمة عند قدماء المصريين فقط. Everyday life في الحياة اليومية. They were also important in the afterlife كانت مهمة جدا في الحياة الآخرة. It's therefore common to find وكان من الشائع انك تجد mummified beasts حيوانات محنطة and statue تماثيل of animals الحيوانات in the tombs في القبور. الفقرة الرابعة What animals are popular pets in Egypt today؟
ما هي الحيوانات الأليفة الشائعة في مصر اليوم؟ Today cats are still popular pets in Egypt. بقول لك إيه؟ واليوم لا تزال القطط حيوانات أليفة شائعة في مصر. أفضل هنا other animals that people keep today include. يعني في حيوانات أخرى يحتفظ بها الناس اليوم. وتشمل إيه؟ turtles سلاحف, fish سمك, and birds وطيور. Which are of course التي هي طبعا much smaller أكثر حجما and easier to look أكثر وأسهل في العناية بها than baboons أكثر من قرود البابون and crocodiles والتماسيح. في عندي بقى سؤالين. سؤال أولاني, what did the ancient Egyptians believe about cats؟ يعني ماذا كان قدماء المصريين يعتقدون بالقطط؟ طبعا نقول كده, the ancient Egyptians believed that cats كانوا يعتقدوا أن القطط looked after them, كانوا يعتنوا بهم and keep them safe ويحافظوا عليهم في أمان. السؤال الثاني, why were falcons and ibis important؟ ليه كانت الصقور وطيور الايبس دي ابو منجل كانت مهمه؟ because they thought, لان كانوا بيعتقدوا that these animals represent wisdom, ان هي بتمثل الحكمه. نيجي بعد كده قاعده الدرس اسمها the past simple, زمن الماضي البسيط. وزمن الماضي البسيط ده بنستخدم زمن الماضي البسيط يا جماعه للتحدث عن احداث وقعت في الماضي وانتهت. والماضي البسيط ده بيتكون من كلمه واحده وهي التصريف الثاني للفعل بعد طبعا الفاعل. الجمله بتبقى بالشكل ده, فاعل وفعل ومفعول به بقيه الجمله. يعني فعندنا اي وي ويو وزي وهي وشي وات, ياتي الفعل بالماضي البسيط. طب انا بجيب الفعل بالماضي البسيط ازاي؟ نضيف لمعظم الافعال المنتظمه اي دي في الماضي زي واتش واتشيد, هنا واتشيد ونيدد. طب اذا كان الفعل ينتهي بحرف الاي نضيف اليه الدي فقط, مثل لاف لاف, ادور ادورد. طب الفعل المنتهي بواي وقبله حرف ساكن بنحذف الواي ونضع مكان الواي اي وزود لها اي دي زي تراي ترايد. في عندنا طبعا افعال شاذه بقى بتحفظ زي جو, مضى, ويم, تباي, بوت, سي, سو, سويم, سوام الى اخره. يعني هنا مثال اهو, اي بلايد يسترداي, انا لعبت بالامس. وي وينت تو سكول, نحن ذهبنا الى المدرسه. ما هي بقى في الماضي الايه البسيط؟ بجيب ايه؟ بجيب الفاعل وبعده ديدن وبعد كده الفعل في المصدر. يعني I, we, they, you, he, she, it, كل ده بجيب didn't زائد الفعل. طب لو verb to be أقول wasn't أو إيه أو weren't. في عندي طبعا verb to be في المضارع am و is, الماضي بتاعه إيه was. طب لو are ماضي طبعا إيه were. طب النفي بتاعه was wasn't, النفي بتاعه were weren't. هنا they keep the cats as pets, يعني هم كانوا بيربوا الإيه القطط كحيوانات إيه أليفة. They didn't keep cats as pets, طبعا دي النفي بتاع الجملة دي. يبقى أنا بعمل إيه؟ بجيب الفاعل وبعدها didn't وبعدها التصريف الأولاني من الفعل. They were good pets, إنها كانت حيوانات أليفة جيدة. Eyes envy was aware, طبعا weren't good pets. بالنسبة للاستفهام, لو الجملة بادئة ب yes أو no بشيلها وببدأ السؤال بإيه؟ بديد زائد فاعل زائد المصدر. خلاص؟ طب لو هنا الجملة فيها yes was we were, بعمل عملية مقص, بجيب was أو were الأول وبعد كده الفاعل وبعد كده الصفة أو الإيه أو الاسم. زي إيه؟ did they use green, هل هم كانوا يستخدمون الحبوب؟ yes they did. طب did he need a cat, no he didn't. was she happy, yes she was أو no she wasn't. هنا were there mummifies, هل يوجد مومياوات؟ no there weren't. طب لو في أداة استفهام بجيب الأداة في الأول وبعد كده الفعل المساعد did وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. يبقى أداة الاستفهام بالأول, فعل مساعد did وفعل ومصدر. زي إيه؟ What animals did they keep, الحيوانات اللي هم كانوا بيربوها. They keep the cats. What was their favorite bird, ما هو الطائر اللي كانوا بيفضلوه؟ طبعا the falcon. في عندي تمرين على الاستفهام, I grew up in Cairo, أنا كبرت في القاهرة. يبقى هنا وير واجيب الفعل المساعد, قلنا بعد وير ايه ديد, واي حولناه الى يو وجبت تصريف الايه الاولاني من جرو يبقى جرو اب. الثانيه, اي واز ا ستودنت ات ذا لوكال سكول, يبقى ممكن اقول ايه وير وير يو, اين كنت, وممكن اقول وير ديد يو ستادي, اين انت ايه
ذاكرت مثلا او درست. الاجابه at the local school. طب at university I studied math. يبقى what did you study, what did you study at university, في الجامعة. طب after university, بعد الجامعة, I became a teacher. يبقى when did you become a teacher. نيجي بقى سؤال يشوز. خلي بالك رقم واحد, the ancient Egyptians not cats. كانوا يعملوا hates, يكرهون, adored, يعشقون, dislike, لا يحبون, killed, يقتلون. طبعا رقم بي. اثنين, they kept falcons. يعني هم كانوا بيربوا الصقور and a them and a هنا mummified, كانوا بيحنطوهم. ثلاثة, the ancient Egyptians loved ibis, كانوا يحبون طائر ابو منجل, which represent, الذي كان يمثل ايه, wisdom, الحكمة. أربعة, turtles are much smaller than baboons, يعني السلاحف أصغر كثير من قرد اسمه البابون. السؤال اللي بعده, read and complete. هنا بيتس حيوانات أليفة, ايت يأكل, كلين تنظفة, ايبز فري اللي هو دي الطائر طبعا المائي. cats are very important animals, القطط حيوانات مهمة جدا. the ancient Egyptians loved them, قدماء المصريين كانوا بيحبوهم. they were good beats, يبقى دي هتبقى الايه الاول, يعني كانت حيوانات أليفة جيدة. because they know themselves, بتعمل ايه انفسها, طبعا بتنظف نفسها. and keep the house, وبتخلي المنزل of rats, يعني خالي من الفئران. يبقى ناخد اللي هي free and snakes. farmers also, فلاحين ايضا, needed cats, كان محتاجين القطط. ليه بقى؟ to the rats, to eat عشان تاكل الفئران. and طبعا rats كمان مرة لا تبقى snakes. نقرأ القطعة دي ونجاوب على الأسئلة. خلي بالنا يا جماعة, the ancient Egyptians, قدماء المصريين, had a great love, كان عندهم حب كبير for animals, الحيوانات. and kept many of them as pets, وكان بيربوا الكثير منهم كحيوانات أليفة. cats were especially popular, يعني القطط على الأخص هي اللي كانت شائعة. as يعني لأن they provided protection, اللي كانت بتوفر الحماية. and kept houses free of beasts, وكانت تحافظ على المنازل خالية من الايه من الآفات. like rats, مثل الفئران الكبيرة, and snakes, والثعابين. they were particularly helpful, وكانت على الأخص helpful, متعاونة أو مفيدة للفلاحين. who needed to protect their, اللي كانوا محتاجين يحموا their crops, محاصيلهم, from beasts, من الآفات. monkeys, baboons, القرود وقرود البابون, crocodiles, التماسيح, hippos, فراس النار, and lions, والأسود. were also kept as pets, كانوا بيربوهم كحيوانات أليفة. but they were much harder to care for, ولكن كان صعب جدا ان هم الاعتناء بهم. and could be dangerous, وكانت ممكن تكون خطيرة. birds, الطيور, such as falcons and ibis, الطيور مثل الصقور وطيور الايبز, represented, كانوا بيمثلوا او بيقدموا او بيرمزوا الى wisdom, الحكمة. we found many of them, وجدنا الكثير منهم, many fight, محنطين, in tombs, في المقابر. even today, وحتى اليوم, cats are still a favorite pet in Egypt, القطط ما زالت حيوان أليف ومفضل في مصر. Egyptians also care for, المصريين أيضا بيعتنوا بـ animals, حيوانات, like turtles, مثل سلاحف, fish, سمك, and birds, وطيور. دي القطعة. سؤال أولاني, they keep the falcons and a which represents wisdom, كانوا بيربوا الصقور وطائر أبو منجل لأنهم كانوا بيرمزوا يا جماعة للإيه, للحكمة. اثنين, the underlined word baboons, كلمة تحتها خط baboons دي means a kind of, معناها دي نوع من أنواع الإيه, monkeys, القرود. السؤال الثالث, why were cats especially popular, لماذا القطط على الأخص كانت مشهورة وشائعة. نجيب الكلام ده بالقطعة, هنقول كده cats were, اللي هي especially popular, as they provided protection and kept the houses free of a bats, زي طبعا اللي هي الفئران والتماسيح. طبعا ده يبقى رقم كام بقى يا جماعة؟
رقم 3. يبقى نكتب عليها كده اول 3. السؤال الرابع: Why were cats important for farmers؟ لماذا كانت القطط مهمة عند الفلاحين؟ هنقول كده عند الفلاحين هنقول كده to protect، عشان تحمي their crops from a pests. يبقى دي رقم كام؟ 4. سؤال: Put the words in the correct order. رتب. What they did there feed cats. يبقى what did they، بجيب الأداة الأول فعل مساعد والفاعل والتصريف الأولاني وبقية الجملة. يبقى what did they feed، ماذا كانوا يطعمون قططهم. 2. Ibis the represent wisdom. يبقى the Ibis represented wisdom، كانت تمثل الحكمة. 3. Many kept people baboons monkeys and. أقول many people kept monkeys and baboons، كثير من الناس كانوا بيربوا القرود وقرود الباب. هنا was the ancient Egyptians animal favorite what. يبقى what was the ancient Egyptians favorite animal. طبعا هنا علامة ايه؟ استفهام. سؤال: اقرأ وصحح. the ancient Egyptian قدماء المصريين cats. هنا جايب لي adores. طبعا قدماء المصريين ده ماضي، يبقى عايز الماضي من adored ايه؟ يبقى adored، كانوا يحبون كثير القطط. رقم 2 نقط: There a lot of mummies. هنا was، هنا a lot of mummies دي جامعة، يبقى ما ينفعش was، أخد إيه؟ Where there. 3. They didn't، بعدها طبعا المصدر، المصدر من have إيه؟ طبعا have a nice weekend. 4. He late yesterday، في yesterday من علامات الماضي، ويبقى أنا عايز إيه؟ الماضي من come، من coming يبقى came. 5. He tried to save the girl last night. عايز أقول إيه؟ هنا does ما تنفعش، لأن last night ماضي، بعايز الفعل الماضي من doesn't، يبقى she didn't try to save the girl last night. بنيجي على رقم 6 in the past في الماضي. many people، كثير من الناس. طالما في الماضي يبقى انا عايز الماضي من keep، هتبقى ايه؟ kept monkeys and monkey and ايه؟ baboons. سؤال punctuate. punctuate the following، ده علامات الترقيم. اول حرف طبعا capital T، ancient Egyptian طبعا ال A وال E، modified many animals، وحط في الاخر ايه؟ full stop. السؤال الثاني did، طبعا هنا الجملة بدأ بديد، يبقى الدي كابتل، زي فيد زير كاس، وطبعا كوتشن ايه؟ مارك. وبكده اعزائي طلبة وطالبات، طب السادس انتهينا من شرح وحل الدرس الثاني من الوحدة اللي هي الاولى في الايه؟ الترم الثاني من كتاب قطر الندى. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، استنونا ان شاء الله بالفيديوهات القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة حتى يصلكم بإذن الله كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.